نحن رايحين لغة فرنسية السنة التالتة ابتدائي بعدما وصلنا إلى الصفحة رقم 100. إذن طبعا هذه الفقرة ستكون حول الأرقام من صفر إلى 100. إذن نتكلم هنا عن نيميراسيون، إذن نتكلم عن عد أو كما نتكلم عن إحصاء، نتكلم عن طريقة إلقاء هذه الأعداد نيميراسيون. ليست دي نومبر دو زيرو أسون أون شيفر إي أون لاتر. ليست دي نومبر، إذن نتكلم عن قائمة لأعداد ماشي أرقام، لي شيفر يعني الأرقام. طبعا العدد ممكن يتكون من عدة أرقام، مثلا لو نومبر 112 سو كومبوز دو 3 شيفر، العدد 112 يتكون من ثلاثة أرقام. ليست دي نومبر دو زيرو أسون أون شيفر إي أون لاتر، إذا قائمة الأعداد من صفر إلى 100 أون شيفر. أون شيفر يعني بالأرقام، إي أون لاتر يعني مكتوبة بالأرقام، إي أون لاتر ومكتوبة بالأحرف. فوالا لا ليست دي نومبر دو زيرو أسون أون شيفر إي أون لاتر. زيرو إذا هو يكتب بالطريقة، ثم أن واحد دو كما نلاحظ، تخوا كاتر سينك سيس سيس يعني ستة. الثانية لا تنطق عندما نريد أن نقول مثلا ستة كذا، مثلا نقول سيزونفون سيزونفون يعني ستة أطفال، نقول مثلا سي شيغ سي شيغ، ستة عنزات ستة معزات. ثم ست لا نقرأها سبت، ست يعني سبعة. ثم ويت ويت، هذا الطي أيضا لا تنطق عند الإضافة، نقول مثلا وي مارشي وي مارشي يعني ثمانية أسواق، وي مارشي ثمانية أسواق. ثم عندنا نوف نوف يعني تسعة. طبعا هاد نوف ممكن أن تعني جديد في معنى آخر، أقول مثلا جي أن بونطالون نوف، أقول مثلا جي أن بونطالون نوف جي أن بونطالون نوف، أنا عندي سروال جديد. ولكن إذا قلت جي نوف بونطالون جي نوف بونطالون، إذا هنا عندي تسعة سراويل، جي نوف بونطالون أنا عندي تسعة سراويل، جي أن بونطالون نوف أنا عندي سروال جديد، جي أن بونطالون نوف أنا عندي سروال جديد. ثم عندنا ديس ديس، لا تقرأ ديكس، ديس يعني عشرة. طبعا في حالة الإضافة نقول دي، في حالة الإضافة نقول دي، مثلا ديك خيون ديك خيون يعني عشرة أقلام. ثم عندنا أونز أونز يعني إحدى عشر، دوز دوز اثنى عشر، تخاز تخاز ثلاثة عشر، كاتورز كاتورز أربعة عشر، كنز كنز خمسة عشر، سيز سيز ستة عشر، ديس ست ديس ست ديس ست. إذن عشرة وسبعة سبعة عشر، ديزويت ديزويت عشرة وثمانية ثمانية عشر، ديزنف ديزنف لا نقرأ ديكسنف ديزنف عشرة وتسعة تسعة عشر. ثم بعدها فان فان، ليست فانكت، فان فان يعني عشرون. ثم فانتي ان فانتي ان عشرون وواحد، إذن واحد وعشرون. ثم بعدها فاندو كما نلاحظ، وكما سنرى مع كل الأرقام التي ستأتي مثلا ترونت كارونت سيكونت سوسونت سوسونديس إلى آخره، إذا بعد الإضافة ديال واحد نكتب هاد أي. إذا نقول مثلا فانتي أن عشرون وواحد، ثم بعدها نقول فاندو، لا نقول فانتي دو لا نقول فانتي دو لا نقول فانتي دو، مثلا عشرون واثنان، بل نقول فاندو فاندو عشرون اثنان كما نقول، المقصود اثنين وعشرون. إذا طبعا دائما مع واحد نضيف هاد أي، إلا في حالة إلا في حالة 80 ثم 90، إلا في حالة 80 و 90 كما سنرى. مع 80 طبعا 80 كما نقول أربعة عشرينات، إذا 80 يعني أربعة عشرينات يعني 80،
طبعا لا نقول مثلا 80 اي ان كما سنرى، بل نقول 80 ان، يعني اننا سنحذف هاد اي، لكن مع الاعداد التي قبلها طبعا نضيف هاد اي. اذا عندنا هنا 21 يعني 21، اذا المقصود 21. ابخي هنا 22، طبعا كما قلنا بعد هذا اننا نحذف هاد اي كما نقول، عندما قلنا 21 المقصود بعشرون وواحد وواحد. طبعا بعد هذا نقول 22 بدون هاد اي بدون هاد وا، اذا نقول 22 23 24 25 26 27 28 29. ثم بعد عندنا 30، طبعا عندنا 3 يعني 3 30 31 31 ثم 31 ثم 31 30 31 30 31. نقرأها 31 31. كما نقول 30 وواحد المقصود 31. طبعا في هذه الحالة نضيف أي مع واحد مع أ نضيف أي، إلا مع 80 و 90 كما سنرى. إذا 31 بعد هذا 32 33 34 35 36 38 39. بعدها 40، طبعا 4 40 41 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
أربعون وواحد. إذا المقصود واحد وأربعون. بعدها كارون دو نحذف هاد أي، كارون دو نحذف هاد أي، كارون تي أن طبعا تكون عندنا هاد أي، بعدها تختفي هاد أي. كارون دو، كارون تخوا، كارون تكاتر، كارون تكاتر، أربعة وأربعون، كارون سينك، كارون سيس، كارون سيس، كارون سات، كارون تويت، كارون تنف. أبخي هنا سيكونت، سيكونت، أبخي هنا سيكونت. طبعا تكتب سيكونت، نقرأ و سيكونت، نقرأ و سيكونت، ليست سيكونت. إذا عندنا سيكونت خمسون، طبعا سينك خمسة، سيكونت خمسون. ثم عندنا سيكونت تي أن، سيكونت تي أن، سيكونت إي أن، خمسون وواحد، واحد وخمسون. ثم سيكونت دو تختفي هاد أي، سيكونت تخوا، سيكونت دو، سيكونت تخوا، سيكونت كاتر، سيكونت سينك، خمسة وخمسون، سيكونت سينك. ثم سيكونت سيس، سيكونت ست، سيكونت ويت، سيكونت ويت، سيكونت نف، سيكونت نف. أبخي هنا سوسونت، تكتب سوسونت، تقرأ سوسونت، سيس ستة، سوسونت ستون. بعدها سوسونت تي أن، تظهر هاد أي، مع أه تظهر هاد أي. إذن سوسونت تي أن، سوسونت دو، سوسونت دو، سوسونت تخوا، سوسونت كاتر، سوسونت سينك، سوسونت سينك، سوسونت سيس، سوسونت ست، سوسونت ويت، سوسونت ويت، يعني تمانية وستون، سوسونت ويت، تمانية وستون. طبعا هاد الأرقام نضيف بعدها ما نشاء، نقول مثلا سوسونت وي بيغسون، سوسونت وي بيغسون، نقول مثلا سوسونت وي بيغسون، سوسونت وي بيغسون، تمانية وستون شخصا. ثم سوسونت نف، سوسونت نف، مثلا سوسونت نف ألاف، سوسونت نف ألاف، تسعة وستون تلميذا. ثم سوسونت ديس، كما نقول ستون عشرة، ستون عشرة، المقصود سبعون، ستون وعشرة هي سبعون. إذا سبعون تنطق سوسونت ديس، سبعون. طبعا كما سنلاحظ، طبعا في حالة سبعون نأخذ ستون ثم نضيف لها الأعداد من عشرة إلى تسعة عشر، نقول سوسون ديس، سوسون تيونز، سوسون دوز. نفس الأمر سيتكرر مع الأعداد تسعون ثم الأعداد التي تليها
في حدود 99. في حالة مثلا 70 نقول هنا 70 كما نقول 60 و 11 71 ثم 72 كما نقول 60 و 12 73 نفس الشيء 73 74 75 76 76 77 77 78 78 ثم 79 إذن عندنا 69 69 يعني 79 79 ثم بعدها 80 كما نقول إذن المقصود 24 80 يعني 24 ثم 81 إذن عندنا 24 واحد هي 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ثم بعدها 90 إذن كما نقول 24 10 إذن هي 90 90 91 92 93 94 95 96 كما نقول 24 16 المقصود 96 المقصود 96 97 كما نقول 24 10 7 لاحظ 24 10 7 إذن 97 ثم 99 كما نقول 24 19 ثم 100 يعني 100. نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.